بسم الله. سيكشن 4.3 ديزاين لودز، الاحمال التصميميه، الاحمال اللي هنصمم عليها المنشات الخرسانيه بتاعتنا. سيكشن 4.3.1 لودز اند لود كومباينيشنز كونسيدرد ان ديزاين شال بي ان اكوردنس وذ شابتر 5. شابتر 5 اللي هو الشابتر اللي جاي ان شاء الله، ده بيشرح الاحمال والكومباينيشن اللي احنا بنستخدمها في التصميم بتاعنا. طبعا شابتر 5 ده معتمد بصورة أساسية على الـ ASCE SEI 7 وشابتر و ACI 318 14 معتمد على الـ ASCE 7 الفيرجن اللي هو بتاع 2010 ASCE 7 2010. طبعا ديزاين لوز بتشمل، بس مش هي دي فقط، يعني بتشمل حاجات كتير قوي، منها احمال الديد لودز، اللايف لود، السنو، الرياح، الزلازل، البري ستريسنج، الكرين، الفايبريشن، الامباكت، الشرينكج، الحراره، الكريب، الاكسبانشن، تمدد، ديفرنشال سيتلمنت. في احمال تانية كتيره جدا، الفلود لودز، الايس لودز، احمال السنو لودز، الجليد، احمال مثلا عندك مستشفى مثلا بتنقل اجهزه تقيله جدا في ممر معين، وحاجات بتنقلها لما تيجي تصلحها هتحطها في مكان معين. كل الاحمال دي لازم تاخدها في حسابك، وكل الاحمال دي في حاجات منها مذكوره في اس سي اي 7، في حاجات منها بالخبره وبالمعرفه من خلال متطلبات البلد او المكان ده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.